السلام عليكم. في فيديو اليوم بنكون معاكم من احد اكثر الاماكن اللي جذبت انظار جماهير المونديال سواء العربيه او العالميه ودعم للمنتخبات العربيه للمشاركه في المونديال، فحبينا نطلع بفيديو اليوم تيشرتاتنا قطر تونس السعوديه واكيد ما نسينا المغرب موجودين. وطبعا يا جماعه واجب علينا انه ندعم ونذكر بالقضيه الفلسطينيه باللي نقدر عليه، فانطلاقا من هذا الفيديو سواء كنا خارج الملعب او حاضرين مباريات داخل الملعب حنحضر المباريات بالشارة الفلسطينية. وطبعا يا جماعة هذا أقل شيء ممكن نسويه في دعم القضية الفلسطينية، قضية كل العرب وكل المسلمين، عشان نبقى دائما نردد ونأكد ونذكر ونقول ستبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية شاء من شاء وأبى من أبى وأبى من أبى. معانا حبايبنا من الجزائر. ايوه من الجزائر، بلد المليون شهيد. ايوه السلام عليكم. ليش سالتني عن شارة فلسطين؟ لانه شعب تونس يعني مساند للقضيه الفلسطينيه وشيء يشرفنا انه تحمل شارة فلسطين. تعرفنا باسمك؟ زكريا. زكريا ولا عيسى؟ عيسى كنت مصور مع الفيفا؟ نعم اعطوني تصريح لتصوير. I'm Santiago from Argentina. I'm Luis from Portugal. My name is Artur from Brazil. Saber Haj. Saber Haj, نعم. Emily, South Africa. David, I'm also from South Africa. Hasty, South Africa. خواننا من تونس. مرحبا. شرفنا فيكم. وبيك أكثر. أبي توقعاتك حق المنتخب اللي طلب كأس العالم. والله أتوقع إنه يطلع من المجموعة الثانية، يتصدر المجموعة الأولى والمجموعة الثانية يطلع منه. يعني يطلع من دور 16 تقريباً. تقريباً. يعني بيتأهل من دور المجموعات. إن شاء الله. توقع إيش اللي بيصير مع المنتخب؟ نفس توقعاتك. رتويت ها؟ صار لك يوم واحد في الدوحة صح؟ يوم واحد. حدثني على الاجواء اللي شفتها في الدوحه من خلال يوم اللي كنت موجود فيه. بس والله انبهرت بالاجواء يعني واقوى جمهور حد الان هو جمهور صراحه تونسي. صراحه كنا متفقين يعني نعم نعم في كل مكان ان شاء الله. زين اسمع، قبل ما اسوي لقاء مع الاخ الكريم عرفنا باسمك. هو عيسى من اسمار. انا صحفي ترى سعودي جاي تغطي. حظنا دائما مع الناس الصحفيين والله. ولا انا حظي الحمد لله ممتاز. احمد كنا نتمشى ترى لقيت الاخ عيسى جاي وحظني. انا صدمت قلت يمكن عارفه وناسي ولا شو السالفه. طلع جايين عشان الشعار. قلت ان هذا فخر والله وشرف لنا نلبس المنتخبات العربيه وندعمها في كاس العالم. اول شيء الامانه الشكر لكم يعني على الجهود اللي تقدرون تسوونها والفكره الحلوه يعني السعوديه تونس قطر المغرب فحاجه حلوه. لما انا يوم شفتك انا شدني يعني او عرفت انه الموضوع يعني مرتب لكن شدني الان التيشيرت ما شاء الله لايق عليك. نفتخر والف شكر لكم على مبادرتكم وهذا المونديال العرب كلنا جميعا يعني نحرص على ننجاحه ان شاء الله. وهذه من الحاجات الحلوه يعني اللي من الحاجات يعني اللي تجذب الجمهور. حظوظ منتخب تونس في المونديال ان شاء الله يكون ترشح للدور الثاني، هذا يعني اقل التطلعات ان شاء الله. صعبه فرنسا دنمارك بطل العالم يعني فرنسا انه ممكن نكون فرنسا وتونس يعني متفائل يعني متفائل والله. والله المنتخب التونسي ان شاء الله للدور الثاني اول مره في التاريخ ان شاء الله للدور الثاني ان شاء الله يربح الدنمارك. شوف التقديم التاهل ان شاء الله يربح استراليا بس مجموعه صعبه مع بطل العالم والدنمارك. اكيد اكيد هذه الكوره ما فيهاش احكام مسبقه. الكوره يعني مش علم صحيح. وين تتوقع السعوديه توصل في المونديال؟ والله شوف احنا اول مباراه امام الارجنتين صعب الامان صعبه لكن نتمنى تقديم مستوى وان شاء الله يعني متفائلين مباراه مثلا بولندا والمكسيك يعني تكون في فرصه اقوى. انا اقول البطاقه الثانيه مناصفه بين السعوديه والمكسيك والبولندا جميعهم يعني بفرص متساويه. من بكم بطل كاس العالم؟ ممكن البرازيل ارجنتين برازيل اسبانيا او المانيا. بطل البطوله راح يكون برازيل. برازيل اي ثينك ارجنتينا او سبين. بعد ارجنتينا اي ثينك ارجنتينا. ميسي ميسي تونس 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 ان شاء الله الارجنتين مع ميسي مع ميسي ميسي كل مكان. انا يمكن فما النسخه هذه ممكن تصير مفاجاه ان شاء الله. نسوي الفريق الالماني. انا البرازيل الارجنتين البرازيل الارجنتين. انا بتبع ميسي 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 للابد للابد. I think we are the favorite ones but we need Neymar to enter and like play properly. And if he doesn't do this, I think Portugal might win, but Argentina... No Argentina, no Argentina. For me, obviously, it's Argentina. Oh, you see him, you see him, you see him, you see? البرازيل أو الأرجنتين. أنا أرشح المنتخبين لحصد اللقب. I'm going to support everyone, but I think Portugal's going to win. Same for me, I'm Spain, but I think Portugal will win as well. الأرجنتين. ميسي. ميسي رقم 72. للأبد ميسي. بوهق فيتك
أيوة من بعد توقع بطاقات العالم؟ بطاقات البرازيل صراحة. زين ما سوي تويت. بالله يعطيني اسم لاعب برازيلي. يلا اعطي اسم لاعب البرازيل. رونالدو. رونالدو. I would say Brazil is the most favorite but Portugal is a underdog but I still think it's capable. زي ما تتوقع هداف البطولة يكون؟ جابرييل جيسوس. اوه والله غير متوقع جو اول مرة نسمع اليوم. انا اتوقع انه اكثر شيء جاهز الان اللي هو المبابي. I believe Ronaldo will be a top scorer. Vamos! Cristiano! Vamos! Ronaldo. رونالدو اي طبعا أوه. شوف شوف في 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 علاقه غريبه ميسي ياخذ اللقب ورونالدو الهداف ايوه ميسي ميسي والله تشارلسون اوه تشارلسون نايس انترستينج ليو ممكن يكون نيمار نيمار يس يس نيمار او ميسي او حكيمي حبيبي حكيمي اتوقع يا ميسي يا دي بروين لاعب البلجيك نعم اوه تصريح غريب لو ترى مارتينيز ميسي ميسي يا الله ميسي 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 خلني المس وتر حساسه شوي شعورك لو كان الجزائر مشارك اه شفت الجزائر لا انا بصراحه هذه كامله هذه كامله جزائريه هذه كامله والله يعني صراحه مباراه تذكر مباراه التصفيات اقسم بالله قعدنا مباراه كانها يعني المباراة لمست أكثر من الشعب الجزائري للأمانة هو قدر الله ما شاف يعني في 10 ثواني الجزائر ليست الحمد في قطر أهم شيء مستمتعين بالأجواء الحمد لله. ما طبعا ما شاء الله الحمد طبعا استدعاء حمد الله للمنتخب مرة ثانية هل تتوقع راح يشكل إضافة رياني طبعا قاعد يروح أحسن لاعب هل تتوقع راح يشكل إضافة للمنتخب ولا كان ممكن يستغل ناس مثلا أخرى طبعا راح يكون الضغط كله على حمد الله حاليا الضغط كله يكون عند حمد الله لانه راح لازم يثبت نفسه لان السنوات القادمه ما كان عندنا مهاجم صريح حاليا راح يكون هو المهاجم صريح ويكون عليه ضغط انه يثبت نفسه اكثر جميل. طبعا هو هداف معروف طبعا ياسين ما تشفق معه ومع صديق هدافه كبيره خلاص طيب كلمه اخيره للناس اللي اشتغلت ساعات طويله وايام وسنين عشان نوصل لهاللحظات هذه ايش توجه لهم كلمه I think they've done a lot in a very short amount of time because it wasn't like this a week ago so it looks really nice like it's really I think come here enjoy the country enjoy where we call home come have fun come learn a little bit about the Arab world about the Middle East and the culture just embrace it والله العظيم تنظيم وبنية تحتية خرافية بنية تحتية لدولة قطر شيء خيال خيال والله العظيم خيال يا سيم انا صار لي شهرين في قطر شهرين من الاول والله شغل مشكورين عليه 10 سنوات كلها معناتها تعب كلها معناتها افكار ابداعيه كلها اشياء زينه الحمد لله كانت فكره واصبح واقع شكرا لكم لانكم جعلتم العرب يكونون فخورين في هذا الحدث لان هذا بلد عربي بلد اسلامي لازم ان نكون فخورين لان هذا المونديال مش فقط العرب كل العرب من المشرق على المغرب يا من المغرب نقول والله نحن فخورون بكم بكل هذه الاشياء لا لا ديالي خويا ديالي انا مغرب ديالنا مغرب ديالنا مغرب ديالنا اول خطه هو اللي تاخذ كاس العالم قبل استاذ احمد شلون نسمع نتعرف عليه مغربي طبعا مغربي زين وين تتوقع المغرب يوصل كاس العالم انا بدون امنيات منين ها شوف هي غنربحوا كرواتيا يا كان ربحوا كرواتيا بلجيكا فيها كورتوا غنديروا هاو كندا ديالنا زين دزنا الدور الثاني غنطيحوا مع السبليون ولا المانيا حنا مع السبليون دزنا المانيا غنديروا بلانتيات يعني وصلت للوسط يا ربع نهائي الدنمارك ولا بحال هكا سهل هذيك الشوط الاول ديال الشوط الاضافي دزناها نصف النهائي غنلعبوا كذا كذا ولكن غيغلبونا في التالي نصف النهائي سهل اعطيهم مع الارجنتين في الفينال ميسي غيدريب لي الاول الثاني غيخرج له سيس ما غيماركش يدير له هاوا ما غيدير ولكن نديو كاس العالم يعني البطوله مغربيه سهله شوف في الجيب في الجيب في الجيب في الجيب البطوله عطونا الحين احتفل بالبطوله مبادرة زادة على قطر وعلى التنظيم وعلى الاستضافة شيء معناها عمرها ما صارت يعني في أي بلد ولا في أي كان المجهودات ما تنوصف ما فعلا. تنوصف وممتاز ممتاز على الأخر الحمد لله The thing is we know Qatar is a different country
we need to respect the law here. Ali Ali, what ragazzi? Yo, مش normal. Yo, مش normal. Yo, واحدة واحدة للفينا. تعي الجزائر وفلسطين. السلام عليكم. وأنا أتمشى في الكورنيش شدني منظر جميل شباب من فلسطين. يعني مبادرة جميلة وغير مستغربة يعني على الشعب الفلسطيني مثل المبادرات الجميلة. ثلاث شباب من فلسطين، واحد لابس منتخب قطر مع الكابتنية فلسطين، والكابتن تونس لابس شعار تونس مع كابتنية فلسطين. المنتخب هذا الأخضر السعودي للأمانة، ومع شعار المغرب كذلك، الشارة الحلوة الجميلة حقت فلسطين هذه. المبادرة دعما للمنتخبات العربية في المونديال، وطبعا دعم للقضية الفلسطينية. أكيد ما يحتاج، ما شاء الله. نحاول ندور تذاكر حتى نحضر للسعودية مباراة واحدة يا أخوي. خلصت. شوف أقول وبينك حتى بواسطة أي مباراة؟ السعودية والأرجنتين. هي المشكلة السعودية والأرجنتين، باقي المباريات الأمور تمام. لكن معاهم والله قلبا وقالبا. واضح ما شاء الله من الأمانة مبادرة جميلة، وشباب فلسطين غير مستغرب عليهم الجماليات هذه. شكرا لكم، فرصة سعيدة.